أهلا بكم إلى موجز لأبرز الأخبار في دقيقة. واسم الملك يحارب الفساد يتصدر تويتر عقب إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن تدمير المواقع النووية في كوريا الشمالية يتطلب غزو بريا. أفغانستان تتحرك لتعليق خدمة واتساب وتليجرام بسبب طالبان. واستقالة رئيس حزب في النمسا بعد ادعاءات ضده بالتحرش الجنسي. أما في اليابان، نظام جديد للكشف المبكر عن السرطان مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. من أخبار الصحة أيضاً، دراسة تقول البكتيريا المعوية المفيدة قد تساعد في علاج السرطان.